استحوا على انفسكم شويه، خلوا الله بين عيونكم مره واحده، ولكم اللي عده عوق 90 تدقون الباب عليه، والله بميزان اعمالكم لو الله يدليكم، بس عمت عيونكم على المال الحرام والسهر في ظل العاهرات والراقصات بالليل، واعتبرتوا نفسكم زلم، وانه هذا الشعب ماكو واحد يطالب له، والله نطالب بحقوق العراقيين ونسحى لكم بالشوارع. بالشوارع. انا صدام حسين علاوي. صدام حسين؟ نعم. هل هي انشرح وتريد يعطونك فلوس؟ والله انا هم مستغرب، يعني عجيبه هاي. عندي ايضا صدام معوق هم باعث لي فيديو، انطوني الفيديو يا عمر وانطوني الاتصال. السلام عليكم اخواني، انا مصاب درجه محايره درجة الحجز عندي 90، وهذا حالي توقف راتبي بال 4500، وبعدين انطلق بلجنة قضائية وطلبت حقي بالفروقات وتوقف راتبي ثاني شهر، وبعدين انطلقت الفروقات من عند استاذ انس، وبعدين طالبت بالمطراكي وهم توقف. شنو السبب؟ وانا هذا حالي لا حول ولا قوة، اريد واحد يعني يساعدني، اريد واحد ينقذني من المصيبة هاي، من الشدة هاي، ما عندي احد. أنا وزوجتي وعندي بنات 2، أرجوكم إخواني إعلاميين مسؤولين، وهذا رقم التليفون عندي راح أضيفه وياه وشوفوا مصيبتي، أرجوكم. ليش يعني كل ما أطالب فروقاتي ينقطع الراتب؟ يعني الله يساعدك. السلام عليكم. هلا أخوي، شو اسمك أنت؟ أنا صدام حسين علاوي. صدام حسين؟ نعم. هل هي انشرح وتريد يعطونك فلوس؟ والله انا هم مستغرب، يعني عجيبه هاي. صدام. نعم استاذ. انت شنو طرقعتك؟ كل ما طالب الفروقات يوقفوا راتبك، الطالب بالمتراكم يوقفوا راتبك، تراجعهم يوقفوا راتبك، انت على يا مؤسسه؟ على التقاعد. هاي مؤسسه الانبار. تقاعد الانبار. نعم. زين. انت ايش قد راتبك بابا؟ والله انا راتبي 1,200,000. مليون و200 مقعد على كرسي. ايش قد العواق مالتك؟ 90. 90. ليش يقصر راتبك بابا؟ ليش؟ والله يا استاذ انا اول ما يعني بعد معانات سنتين وانطيت المعامل المحامي اللي انشيت، انا بالنسبه لي طريح الفراش وما أي. عندي احد، زوجتي وبنات 2، ما عندي احد يمشي لي بيها. اي بعد معاناة سنتين سلمني الهوية. يعني بالفروقات صراحة. سلمني الهوية. سلمت راتب 5 أشهر وبالسادس رحت أبصم ما لقيت راتب. وين راح الراتب؟ نعم؟ وين راح راتبك؟ متوقف. رحت للتقاعد، عمي أنا هذا الشهر ما سلمت، قالوا 4,500 توقف هذا الشهر، سموها وجبة 4,500. ليش؟ يقول لك تدقيق بزمن طارق المندلاوي مدير ضحايا الإرهاب. زين، أكو قانون يا الولد الحكام، إذا أكو تدقيق يتوقف راتبه. زين، وراها ومكتسب قرار قاضي يعني أنت وراها تلقى راتبك، ورا شكلوا محكمة قضائية قضاة واستخبارات ومخابرات وكذا، والدنيا انقلبت وطبينا لجنة وطلقوا راتبي، فحصوني وطلقوا راتبي. اي جاء طالب بالفروقات ورا شهرين الثالث وتوقف راتبي. زين، هذا انت بعدين ردوا لك راتبك بابا؟ اي انا عادوا لي ورا العشر تشهر، عادوا لي عادوا الكيابة اثر رجعوا التوك مال 10 أشهر. لا بس اعطوني اول راتب، بس الراتب اعطوني، ما اعطوني متراكم. العشر تشهر ما ردوا لك اياهن؟ ما ردوا لي اياها لحد الان. زين، مش الراتب، ليش وقف النوب؟ مش الراتب، ورا شهرين يعني يعني الرابع السادس رحت اسوي طلب فروقات، السادس استلمت، السابع الثامن هم وقف راتبي. ليش؟ وانا داخل لجنه وكاسب قرار قاضي يعني. ليش؟ شو يقول لك المعالي مدير التقاعد الانبار؟ حفظ الله. معالي تقاعد الانبار السادنس يقول يا ابو انت
شو اسمه شغلتك بها نقص ضبارتك. يابا النقص شنو هو؟ قالوا ما عندك صحة صدور قاضي. غير عندك قرار قاضي، لازم صحة صدور. صحة صدور يمهم. اقول لك دقيقة، صحة صدور تا ما سويت صحة الصدور على علي غلام، ما سويت صحة الصدور على التي كارد، ما سويت صحة الصدور على المتقاعد. سووا صحة صدور تروح بالإجراءات الإدارية وترد المعاملة. لكن هذا الماخذ مليارات، هذا اللي ينعزه 90 هو الله منتقم منه، قادرين عليه؟ ما تسوون للولد التردون تطلعونهم هسه بالجديد؟ لو ذول اللي مشيت لهم شركة النخيل مدرة رقات النخيل، ناس تساعدوها للسماء أو ناس تحفروا لها قبور وهي أحياء، والسوى على صحة الصدور يا أبو الأنبار؟ وينك عمر؟ وين ال ايش قالوا لك على صحة الصدور؟ ألو صدام، ايش قالوا لك على صحة الصدور؟ أسراء، عمر، إذا عندكم تليفون مدير تقاعد الأنبار انطوني إياه هسه، تقولي عليه منا إلى نهاية البرنامج. أريد أشوف ليش هيك هذا اللي دا يصير بالأنبار واللي دا يصير بالفلوجة. خاف واحد من الولد منتجين عليه، وحياتك حق العراقيين أنت والمنتج عليه أي زينون شواربكم. كافي الاستهتار بحق الناس، سويتوا لكم بلطوا لكم رصيفين، قلبتوا الدنيا على الناس، دنيا قلبتوها على العالم. ذاك اليوم هذا ابو الفلوجة اعمى 12 سنة يلا ما اخذ راتبه او سعادة المدير ما يرد، هذا 90% عوق والمدير ما يرد. استحوا على انفسكم شوية، خلوا الله بين عيونكم مرة واحدة، ولكم اللي عده عوق 90 تدقون الباب عليه، والله بميزان اعمالكم لو الله يدليكم. بس عمت عيونكم على المال الحرام والسهر في ظل العاهرات والراقصات بالليل، واعتبرتوا نفسكم زلم، وانه هذا الشعب ماك واحد يطالب له. والله نطالب بحقوق العراقيين ونسحلكم بالشوارع، بالشوارع نسحلكم انت والمنتج عليه، انت والمنتج عليه. خاف واحد يقول لك ترى والله العظيم ما ظل شي، راح كلكم هيك تنجرون من اذانكم بالشوارع. احترموا انفسكم. صدام، نعم استاذ، انا راح ابقى لاحقكم بالانبار وفي كل مكان اخر. وطبعا هاي القضيه مو بس بالانبار، انت يا ابو البصره اتقي الله، سيد المحافظه سعد العيداني كثير بعثت لك وكثير اتصلت عليك وكثير ناشدت بقضايا المتقاعدين بالبصره، هسه هو متقاعد يعني ميت قاعد، يحلوا قضيته، حلوا قضيته. انتوا يا نواب المحافظات يا ممثلي الشعب، ما ترحون التقاعد البصرة، ما ترحون التقاعد الأنبار وتقعدون للمدير توقفون بالباب، هاي مسؤوليتكم إخوان، مسؤوليتكم. كاف البلد الهجم من مجموعة من المستهترين، الناس اللي ما تستحي. عفية بلد، إيش تتحمل؟